اليوم كانت تظاهرة ديال الدوري الجهوي الأول المنظم من طرف نادي روما الدار البيضاء، وهو هاد صراحة هاد الدوري هذا هو المؤهل للبطولة الوطنية المدرسية المقامة بمدينة مكناس. مرس أجواء المنافسة في أجواء مرحة، وكان تنافس جيد ما بين المشاركين، وإن شاء الله يحاولوا يحققوا نتائج حسنة في البطولة الوطنية المقامة بمكناس بجوج ماي إن شاء الله بإذن الله. والنادي ديالنا كان له الشرف في هذا العام أنه ينظم النسخة الأولى من البطولة الجهوية الدار البيضاء سطات، التي كانت بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتعليم والرياضة من جهة الدار البيضاء سطات، والحمد لله كانت الأجواء طيبة جدا ومنافسة قوية، وكان حضور عدد كبير من النوادي والجمعيات في هذه الجهة ديالنا، وكنتمنوا أن هذا الشيء يتكرر سنة والسنة المقبلة يكون أفضل. وللتذكير أن هذه البطولة الجهوية هي مؤهلة للبطولة الوطنية التي ستقام بمدينة مكناس الشهر المقبل إن شاء الله. كما نشكر أطر الهلال الأحمر بالنواصر بمدينة الدار البيضاء، كانوا حاضرين معنا وكانوا في المساعدة للخدمات الأولية والإسعافات، الله يجزيهم بخير. السلام عليكم، معكم أيمن ملوك، بطل المغرب 4 مرات في رياضة الرماية بالنبال. اليوم كنحصل على المركز الأول في البطولة المدرسية المقامة بمدينة بوسكورة. كنبغي نوجه الشكر للمدرب ديالي رشيد البناي بطل المغرب، والشكر للوالد ديالي أحمد اللي مضحي معايا ومقاتل معايا جميع التضحيات، شكرا لهم بزاف والحمد لله على الانتصار الحمد لله. سميتي مريم بناي، الحائزة على الرتبة الأولى في البطولة المدرسية الجهوية. كانت هاد التظاهرة زوينة، وكنبغيو نشكروا الناس اللي سهروا عليها باش توقف، وشكرا لكل شيء. مروه الهيبه، الفائزه بالمرتبه الاولى للبطوله الجهويه للرماية بالنبال، تابعه لجمعيه المجد، لنادي الرياضي، للمدرس، للمديريه، لمدير السطات. نشكر جميع المؤطرين لاطراد الدوري، ونشكر كاع الاساتذه اللي عاونوني باش نحصل على هذه النتيجه. تزيد التظاهر في واحد الجو اخوي. يسلم جوائز السيد انس حيدر بطل المنتخب المغربي، والفائز تقدم مشكوره محمد امين تحافي ودادية الانصار. الجهوية والوطنية للرماية بالنبال بالمملكة المغربية التي حرصت على نجاح هذا الدوري وهذه البطولة اللي هي النسخة الأولى من نوعها في الجهة ديال الدار البيضاء سطات، فالشكر موصول للأخت خولة.